السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المرور ترفع توصيات رئاسة الوزراء تخص الهزة وتعلن اتفاقا بشان اللوحات. أعلنت مديرية المرور العامة رفع توصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء بينها يخص مشروع الهزة، فيما أعلنت عن أن اتفاق بشان اللوحات المرورية. وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العميد زياد القيسي إنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لتنفيذ التوصيات التي أمر بها رئيس الوزراء. وأضاف القيسي إن اللجنة تتألف من مديرية المرور والدائرة القانونية وصندوق شهداء الشرطة، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى وزير الداخلية وتمت المصادقة عليها وتم رفعها إلى رئاسة الوزراء ضمن مقترحات عديدة بينها تخفيض الرسوم وتفاصيل أخرى تتعلق بشروط فحص المتانة والأمان الإلكتروني الهزة. ولفت إلى أنه بعد الموافقة والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء سوف يتم إعلانها إلى وسائل الإعلام والمواطنين. وأشار إلى أنه بإشراف وزير الداخلية ومدير المرور العامة وقيادات في الوزارة تم الاتفاق بخصوص اللوحات الجديدة، والذي تمثل بالاتفاق على إنشاء مشروع متكامل وخط إنتاجي لإنتاج اللوحات في محافظة بغداد، مؤكدا أن المشروع سيرى النور في القريب العاجل وستتم المباشرة بإنتاج اللوحات الجديدة.